بس هو ندمان كتير، الظروف كانت اقوى منه وهو حابب يعترف لك بغلطه. واحد بيكون متفقه انا وياه يجيب اهله ويجي يخطبني، بيروح بنفس اليوم وبنفس الساعه بيخطب وحده تانية؟ هذا بتعتبره غلط يا مهدي؟ ما قال لي هيك شيء، هو قال لي انه اضطر يسافر و... كذاب وحقير. معناته فسخ خطبته، والا ما كان حطني واسطه بينك وبينه. ايه شو يعني؟ يعني انه هذا الزلمه ابن عيله و... مهدي حط حالك محلي، لو بانا راح تخطبت واحد غيرك بتقبل ترجع له؟ بعدين هذا واحد انتهازي وصولي، لما صحت له وحده مليونيره ما قبر يخطبني انا المسكينه الفقيره. ليش انت فقيره؟ هيك كنت مفهمته، منشان شوف اذا حاببني الي ولا حابب ثروه ابي. سوزان انا ما عم كذبك، بس انا شايف هيك تصرف ممكن طلع من شاب مثل طريف، ما هيك؟ ليش انا كنت شاكه فيه ولو واحد بالمليون؟ طيب بركي اللي وصل لك الخبر كان كذاب. بانا هي اللي وصلت لي الخبر. بانا؟ بانا حضرت خطبته بنفس اليوم يلي كان جاي يخطبني فيه هو واهله. وليش بانا؟ بانا كانت معزومه لانها رفيقه البنت يلي خطبها. وكانت بتعرف انك انت وطريف شافتنا مع بعض مرتين بالكافيتيريا مثل ما شفتنا انت. ايوه يعني الرأي يعني ابوك اقتنع. طيب بعت لي ابو نضال، بعت لي الدراسه ومعه اطلع عليها. والله احنا ما رح نحسن نقنعه، تعرف انت يعني، لانه ابوك كان مصر علينا. ماشي، وهي مشروع طريفي الايوبي كله رفضنا. احسن وينقص لحتى ما عاد تشوف خلقته. اعتبري طريف الايوبي مات. يا ريت تقول له لبقى يجي على الشركه، لاني اذا بشوفه بدي اقول له، بس لانه تجرأ وتواقح وكذب عليك.